مجابهة الحسين عليه السلام مع أعدائه برزت النفس البشرية في صورتين متناقضتين: صورة النفس المطمئنة إلى بارئها الملتزمة بأخلاق أنبيائها الصادقة في إيمانها، وهي صورة الحسين وأصحابه، كما برزت صورة النفس الأمارة بالسوء التي لا تصدق في شيء، لا مع الله ولا مع الناس ولا مع النفس، وتنزع إلى الملذات وتهوي إلى الزعامات ولا تتورع عن ارتكاب الموبقات، وهي صورة يزيد وجلاوزته. وهاتان الصورتان المتناقضتان من النفس البشري هما اللتان تتنازعان حوادث التاريخ، سواء لدى الأفراد أو الأمم والجماعات، منذ أن خلق الله آدم إلى آخر شخص من بنيه. ولهذا كان الحسين يمثل كل أصحاب النفوس المطمئنة من أبينا آدم إلى نبينا الخاتم، بينما كان يزيد يمثل كل أعداء الأنبياء من قابيل قاتل الإخوان إلى معاوية ابن أبي سفيان ومن لف لفهم. لو لم يكن هنالك أي هدف آخر وراء ثورة الحسين ونهضته المقدسة إلا تجسيد كل الصفات الخيرة والخصال الحميدة في مواقف وأعمال، لكفى ذلك غاية وهدفا لتلك الثورة المباركة. إذا كانت النفوس قد جلبت على حب الخير والصلاح والإيمان وكره الكفر والشر والفساد، فهل يلام المؤمنون إذا جعلوا الحسين عنوانا للخير وميزانا للصلاح ونموذجا للإيمان، واعتبروا يزيد أمثلة للشر ونموذجا للفساد وعنوانا للكفر؟ لم يجد أحد في التاريخ ما يعيب به الحسين عليه السلام، كما لم يجد أحد في التاريخ ما يمدح به يزيد، وكفى ذلك دليلا على التقابل بين الشخصين والمنهجين والطريقتين.